بتمنى في الرئيس الجمهوريه ان هو يكون على قدر المسؤوليه وعلى قدر من الذكاء، ان هو يحافظ على الامانه اللي هتبقى في ايده، لان مصر دوله كبيره، مصر دوله مش صغيره، مصر ما بتتحكمش بسهوله، فلازم يكون على قدر من الذكاء، قدر من الحكمه، ان هو يقدر يتعامل مع جميع المواقف اللي ممكن تتعرض ليها بلدنا. وبتمنى ان هو بصرف النظر مين اللي هيمسك الحكم، بتمنى كمواطن مصري كانسان عايش على ارض هذه البلد، بقول للرئيس احنا امانه في ايدك، ايا كنت مين انت، اي واحد هيمسك البلد بقول له احنا امانه في ايدك سوف تسال عليها امام الله، فلازم تراعي الامانه ديت، واحنا يعني هنراعيك انت وهنحافظ عليك زي ما انت هتحافظ علينا، وده يعني الكلام ده طالع من قلبي كمواطن مصري. انا بتمنى من رئيس الجمهوريه القادم انه يحاول يقضي على الفقر اللي استفحل في مصر، يعني الشحاتين مالين الشوارع والشباب مش لاقيه تتجوز والدنيا بايظه جدا يعني. ثانيا اتمنى منه انه يحاول يعمل توافق عربي، توافق اسلامي، مشروع النهضه الاسلاميه الكبير اللي احنا بنتمناه يعني، والنهضه العربيه، ويا رب يجمع الشعوب العربيه، لان مصر هي البلد المحوريه اللي كل البلاد دي ممكن تتجمع عشانها او ممكن ما تتجمعش بعد كده، فهو مصر هي الامل الوحيد، ومصر ان شاء الله هي الامل تحقق انجازات للامه الاسلاميه والامه العربيه ان شاء الله. لازم يكون رئيس بيفهم طاقات الشباب ويقدر يوجههم ويعملوا مشروعات قوميه بحيث يستغل الطاقات دي لصالح البلد ويخلي بعد كده في تنميه اكبر، ويكون توافقي بمعنى انه يكون لي يعني قريب من جميع وجهات النظر، ما يعملش فرقه وما ينتمش الحزب مثلا، ويخلي مصلحه الحزب على مصلحه الدوله او الشعب. يعني يشغل الشباب، فرص عمل، التعليم يبقى كويس، يعني الشاب بيطلع من الكليه مش فاهم اي حاجه، بالتالي لما بيجي يشتغل لو لقى شغل اصلا ما بيعرفش يأدي فيه صح، فبالتالي الشغل بيطلع بايظ، الطلبة بيطلعوا بايظين. طلب صغير ان هو يتقي ربنا بس فينا ويدي كل واحد حقه، عشان دي فيها فلوس كتير واي حد ممكن ياخد منها. اللي هو مثلا يكون مننا يشوف طلبات الشباب، هو اول حاجة يبص عليها للشباب يعني، والعمل يوفر فرص عمل للشباب، هي اهم حاجة الشباب، هو اللي بيبني المستقبل الشباب، وحرية ومفيش ظلم زي ما بنشوفه الأول، ومفيش مثلا يعني يبني كده، يبني على ال يبني الناس مستقبل هايل كده مش زي الأول يعني. بتمنى ان هو يكون كويس يعني، يحس بالغلابه ويحس بالناس، ويبقى في امن وامان في الشارع وشغل بقى للشباب يعني، فرص عمل كده يعني. في رأيي إن أهم حاجة بالنسبة لرئيس الجمهورية الجديد إن هو يهتم بمنظومة التعليم، يعمل تغيير شامل للمنظومة، مش إن هو يطور فيها أو يعدل فيها أو يلغي ستة أو يرجع ستة، الموضوع ده مش هينفع. فهو أحسن طريقة وأسرع طريقة في رأيي أنا شخصيا إن هو ممكن ياخد يعني تجربة مثلا من أي دولة أوروبية أو عربية حتى ممكن تكون ناجحة في المجال ده، ويبتدي يطبقها عندنا في مصر. دي اسرع حاجه واول حاجه المفروض بيعملها بصراحه. انا بتمنى اشوف حاجه ملموسه قدامي يعني، حاجه مش مشاريع كده على الفاضي يعني. نفسي مثلا زي تركيا اشوف مثلا نظافه، ما فيش حاجه في الشارع زباله او كده يعني، اشوف تغيير، اشوف مثلا جراشات تاخد كم العربيات اللي في الشوارع ده كله، الشوارع بتفضى يعني، نفسي اشوف حاجه بعيني في مده قصيره. انه يخدم البلد بضمير، يحافظ عليها، يلغي الطبقة الفقيرة جدا المعدومة، يحاول ان هو يخلي البلد، يخلي كرامة للمواطن المصري في اي مكان يروح. كل اللي بنتمناه من رئيس الجمهورية ان يبقى في نسبة امان للمجتمع المصري، نسبة العطالة اللي موجودة في البلد تقل، البطاله اللي موجوده تقل، الشباب يلاقي فرص لو ما كانش في مجال العمل يبقى في مجال المشاريع مثلا، او ياخد فرصته في اي مجال. كل شاب يعني ممكن بيبقى له اتجاه معين في حاجه معينه او بتاع يعني، ينزلوا للشباب، ينزلوا في الشارع، يشوفوا الناس عن قرب. وبنتمنى بقى ان مستوى المعيشه يعني يستقر، والحياه تستقر، والوضع يرجع زي ما كان يعني. بتمنى منه العدل، وان يكون عنده رؤيه ويطبق مشروع ينقل البلد نقله مختلفه غير اللي احنا فيها خالص.